يا هلا والله فيكم قناتنا في فيديو جديد، قناتنا زينة الشرق. وفيديو اليوم فيديو مو تحدي، اليوم فيديو تجارب منتجات قريبة وأول مرة نجربها، راح نجربها معاكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون تعطيني لايك وشير سبسكرايب، تنشرون المقطع في كل مكان وتفجرون المقطع كل مكان. دقيقة ليش يا حما تعطون لايكات كلها بس عصر؟ ليش يتعبون يعني؟ في شيء بترعبون فيه؟ لما راح يتعبون راح يحطون لايك لريان. يلا راح نبدأ بأول منتج. راح نبدأ بأول منتجات. شوفوا هذي، شوفوا طولها قد وين تقريبا، الديمتر هذي راح أجرب شوي منها وراح أجرب الثاني شوي. ريان هذا راح أجرب تجربة، راح أكل شوي وأجرب. يلا نقول بسم الله. هذا التقييم حقها 10 من 10. طعم الكولا باين فيها ولذيذة مي حامضة. خلينا نجرب هذي ريان شوي. 9 من 10. هذا على فرالة شوي فيها حموضة بس بعد لذيذة، بس الكولا طعمها يفوز. نبدأ بالمنتج الثامن. طبعا هذا أخذته، هذا للوالدة بس حبيت انا اجربه، فالحين راح افتح واحد واجرب انا مع ريان. هذا السمسم فاتوقع اكيد 100% لذيذ. الحين راح اقسمه. امسك يا ريان. تيلا قول بسم الله. يا ويل على الطعم، يذكرني بأيام قبل. هذا أذكر ما كنا أطفال كنا نأخذ هذا الطويل. أنا نفس الطعم، نفس الطعم والله لذيذ، 1,000,000 من 10. 2. أنا أدري إنك ما تحب عشان كذا أعطيتك شوي. الحين راح نجرب لكم هذا المنتج. في نكهتين، كان في أكثر من نكهة بس أنا أخذت هذه النكهتين، طعم الفراولة وطعم العنب. اوه مقلفة زي ما هي مقلفة. هذا الفراولة احمر وهذا العنب، المفروض ان هي تكون حامضة حامضة حامضة. يلا عشان تكون تنعقب. هذا شوف شكلها، ايش فرق عندي؟ اتوقع انها حامضة خفيفة. انا نفسي اجرب حامضة صحيح، بس مو ذيك الحموضة، يمكن من داخل يعني برا فيها حموضة خفيفة. هستنى أجرب. افتح افتح ما كنت أنا أعرف أجرب. كشفتني ترى والله مو حامض واجد، فيه حموضة خفيفة بس لذيذة. وش هالحالة هذه اللي أنا عايشينها؟ يا ربي وش هالحالة هذه؟ حاطين الصورة انك تجمع من كثر الحموضة، احسس حموضة عادية يعني، في حلويات واجد احمض من هذا. هذا اللي يسوي مقالب نفسه. انا اقيمها يعني 8 لانك كذبوا علينا وقالوا انها حامضة وراح تدمع العيون من كثر الحموضة وهي لا، بس لذيذة يعني. بعدين نجرب عن الفراولة. 10 من 10. هذا اكثر شيء متحمسة له انا مع ريان واحنا هناك في المحل واحنا ناخذهم. هذا بانكيك بس البانكيك المحشي، هذا بالفراولة وهذا بالشوكولات. ريان راح يجرب الفراولة وراح يجرب الشوكولات. شفتم هذه الصورة؟ شفتوا البانكيك كيف مليان شوكولات؟ والصدمة شوفوا كيف فاضية، شوفوا كيف قاصين عينك. شوفوا الشوكولات بجو. من الحين قبل لا اجرب يعني شكلها الشوكولات اقيمه 0. فراولة يعني حاطين فيها طشة يعني، جرب بس النكهة والباقي بانكيك عادي. ايه تيلا يلا. 1 2. عادية شوكلت يعني، حسيت طعم عادي مو انه واو. شوكلت عادي. تعرفون كيكة 7 نفسها كيكة 7؟ انت ما تاكل الفراولة تاكل شوكلت نفس الطعم.
الطعم انا اعطيه 6 من 10. ستة ونص. ستة ونص يعني ما عجب. المنتج اللي بعده هذا البيسكويت، اخذ 3 نكهات. انا ابي احمر. من وين الاحمر؟ قهوه. هذا مو احمر. شوف شكله. اقطع. قالوا انت كسرتي يا ريان. لا انفك. بسكويت بس يعني مو واو ولا لذيذ مرة، يعني حس يعني لو اروح مثلا من سوبر ماركت مرة ثانية واشوفه ما اخذه، بس هو طعمه يعني عادي، يمكن ريان حقه احلى بس انا ما ادري ما عجبني. كم من كم؟ فاعطيه تقييم 5 عشان لا اظلم. هذي تبون بالمرة كم؟ 1.5. 1.5 يعني ما عجب ريان. المنتج اللي بعده هذا الجيلاتين، اتوقع يمكن الاغلب يمكن جرب هذا، احس كل انواع الجيلاتين تكون لذيذه، كلهم احس نفس الطعم. خلينا نشوف. شوف شكل العظام كيف. العظام بدل. يلا نجرب اثنينهم. يلا خذ. يلا حنجرب العظام يا ريان. يلا 1 2 3. يعني حسيت ما كان جيلاتين، مو حالي صاير، ما في سكر واجد، بس يعني لذيذ يعني لا بأس فيه. أعطيه 7 من 10. كم ريان؟ يلا خلينا نجرب الثاني. 8. هذا راح يعجب ريان. أشكال الدب. يلا نقول بسم الله. هذا لذيذ. 4.5. شوي قاسي بس 4.5 هذا. انا اعطيه 8 احلى من هذاك. المنتج اللي بعده ما ادري هذا حلاوه ولا شنو، فاخذت منه 2. راح نجرب الحين مع ريان. شوف لونه كيف. هذا حق وهذا حق ريان. قول بسم الله. قاسي. هذا اللي ناوي يطيح دروسه ياكله. لا حق العين حامض، في حموضة يعني. هذا أحمض من هذاك الحلاوة، حلاوة حامضة بس لذيذ. أنا أعطيه هذا 9، لو ودي أجربه 9. كم تعطي ريان؟ هو مو حلو بدون حموضة، أنا هو حامض 10 من 10. حلاوة اللي بعدها تكون هذا اللي عندنا نفس الديدان الطويلة، هذا نفسه، هذا نكهة التوت وهذا نكهة الفراولة. شكله الصحن بس ما في واجد، شكله قاسي بعد. أخيرا فتحت حاجة. يلا نجرب واحدة يا ريان. نقول بسم الله. شوف نفس العصاية. شوف شوف دقايق. يلا يا ريان. حسن قاسي سيء ما عجبني، بس حسيت قاسي ما ادري، يمكن هو كذا او يمكن مفروض يكون لين، بس قاسي. هو طعم الحلاوة نفسها لذيذة بس قاسية. 3 من 10. في 5 من 10. الحين المنتج اللي بعده نفس هذا العيدان البطاطس، عيدان البسكويت. هذا موجود عندنا بس هذا شركة يعني ثانية مختلفة. لكن امشي سوى شراء بعد. لا ما بدو عن المنتج. إذا تعجبكم هذه السلسلة من المنتجات القريبة دائما نجربها مع ريان. نبي نروح نصير 100,000 يعني، ليش ما إن شاء الله توصلني يلا 100,000. يلا خلينا نجرب يا ريان. يلا 1 2. الطعم مقارب للي موجود عندنا بس صراحة حقنا أحلى، بس يعني لذيذ حلو حق الأطفال خفيف. فأقيم أنا 8 من 10. 9 من 10. المنتج اللي بعده هذا الشوكليت، نكهات مختلفة. راح نجرب أنا مع ريان نكهتين. كلكم تبون تشتهونه صح؟ وحتى هذا طلع شوكولاتة المرة، هذا ما راح تعجب ريان.
كل واحدة. لذيذ؟ هذا شكله لذيذ حق الحلا. بينا تجرب. مرة الشوكولاتة. هذا بيضة كندر، بيضة كندر. نفس الطعم؟ خلينا نجرب. بيضة كندر. هذه مرة بس لذيذة بس ما راح تعجب ريان. هذا نفس ما قال طعمها بالحليب. هذا أقيمها 7/10 وهذه 9/10. ريان مدام قال بنفس الكندر فأكيد تقييمه 10 صح؟ صح. شوف شنو جبت. أكثر شيء متحمس لريان وهناك دور راسك. يا رب يا رب يطلع لي الأرنوبة. أنا ما أعرف شنو هذا، شوكولاتة حلاوة. يلا بسم الله. يا رب يا رب يا رب. يلا سريع. اتوقع هذاك الحلاوه الدوائر اللي دائما ناخذ الالعاب وموجود فيها. ايه اوه طلع حلاوه نفس ما قلت. شوف الحلاوه اللي داخلها. وش هو كابتن ماجد بعفيه لي كوره. كابتن ماجد ريال يشتري البيض علشان الالعاب، يفكر ماذا شنو الالعاب اللي داخل مجسمات. هذا المنتج اللي بعده العلكه راح افتحها لان ريان لان صفاء تبيها وانا راح اخذ. تفضلي يا صفاء. الحمد لله انها مي قاسي. هذا خفيف عجبني انا. تقييم اعطيه 10/10. 9/10. بين اعطاه 10/10. فراح يجرب هذي. هذا راح نعطيه صفاء. تبينها؟ يعني اوه روج من تحت يطلع. هنفتح لك اياها يلا. تطلعها وتاكلها. يلا جرب. كيف طعم لذيذ ريان؟ كيف لذيذ؟ هذا لما شوي فتحها ريان وما عجبته طلعت كلها تتعلق في الملابس. كم تقييمك؟ انا ابغى اجربها. مليار تليار من 10. هذا شنو؟ هذا شاي بالفواكه. هذا على توت وهذا على خوخ. راح افتح واحد واجربه واقيمه معاكم. نقيم المنتج معاكم. ريان ما راح يجربه لانه منو من واحنا في المحل هيقول لي مستحيل اجربه. يلا بسم الله. شوف هذا الخوخ، شوف لونه كيف. طبعا هذا مشروب غير قازي وبدون الوان صناعيه وبدون شيء، شاي بالخوخ. يلا ونقول بسم الله يا ريان. طعمه بالضبط لبتون اللي بالخوخ. لذيذ صح؟ انا اعطيه 1/10. خلاص يلا بسك. هذا الذي ذكرته. انا اول مره اشوف هذا. 7.5. اول مره اشوف هذا الشركه. وبس تقريبا هذا كل المنتجات اللي كانت عندنا. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والمنتجات عجبتكم والحمد لله عجبناهم كلهم. حطوا اشتراك، حطوا اشتراك عشان ريان. ويلا مع السلامه، نشوفكم في الفلوق الجاي.